العقيد مصطفى الهبيري المدير العام الجديد للأمن الوطني خلفاً للواء عبد الغني هامل من مواليد 1935، حمل السلاح أثناء الثورة التحريرية وعمره لا يتعدى 17 سنة بعد أن غادر مقاعد الدراسة، وذلك إلى غاية الاستقلال أين تقلد عدة مناصب في المؤسسة العسكرية، بدايتها بتقلد رتبة رائد في الناحيتين العسكريتين الرابعة والثانية إلى غاية سنة 1969 قبل أن يحال على مديرية الطيران في 1972. وبعد سنتين من ذلك التحق بالأكاديمية العسكرية لشرشال ليتم تحويله بعد سنة إلى الناحية العسكرية الأولى. مكث 4 سنوات على رأس المدرسة العليا للإدارة، بعدها أمضى 7 سنوات أخرى على رأس مديرية الإدارة والمصالح المشتركة بوزارة الدفاع الوطني. في 1987 تقلد منصب ملحق عسكري بالسفارة الجزائرية بتونس، وبعد 40 سنة قضاها في خدمة المؤسسة العسكرية عين الرجل على رأس المديرية العامة للحماية المدنية لمدة 23 سنة. عرف خلالها القطاع عدة تحديات، حيث شهد عدة كوارث وأحداث أليمة كان الرجل حاضرا فيها، ليتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية على رأس الأمن الوطني.